السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم ليلى ديليس نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اليوم جيتكم بهذا الفيديو يعني في البداية لكم بهذا المناظر الخلابة يعني هذه المناظر الهائلة اللي النفسية ترتاح بهم ودرت لكم معها زقزقة العصافير يعني باش تكون مناظر الطبيعة بصوت الطبيعة على خطر كانت فيها الهضرة كنت أنا وبنتي ما كنتش وحدي كنا نهضرو وما كانتش على البال باش نحط لكم هذا الفيديو هذه المهم أنا صورت بعض الأجزاء وبطلب من الاخت نصيرة كانت طلبت مني باش نحط نحط لكم يعني طريقه تحضير الخبيز قلت لها ما يكون غير خاطرك وراح نحطها لكم ولو اني راني ديجا درت فيديو من قبل يعني تاع الخبيز فوالا نخليكم تستمتعوا بهذا المناظر ونعاود نولي لكم بغيت نلبي طلب تاع الاخت نصيره اللي لي طلبت مني باش نحط لكم يعني كيفيه تحضير الخبز وكنت ديجا حطيت من قبل فيديو في القناه حطيت الله اعلم في 2019 مي معليش كي طلبت مني قلت معليش نلبي لها يعني الرغبه تاعها انا كنت صورته قلت نخليه بجهه الا كانوا البنات يعني طلبوني باش نحط الفيديو هذا المرة ثاني نحطه ما, ما كانش مشكل وإلا ما طلبوش مني نخليه يعني المهم نخليه بجيها كي طلبت مني الأخت نصيرة وكان واحد الأخت تاني خديجة قلت ما عليش ما يعني ما يكون غير خاطركم نحط لكم يعني الفيديو تاع المرة هنا راني نغسل فيه كما راكم تشوفوا واحد يغسل ويعاود يغسل ويعاود حتى يتنقى مليح مليح من هذاك التراب ويتنقى يعني من كاع الشوائب اللي فيه نحتاج البصل ماذا بينا كان بصل جديد يعني بالورق تاعو خضرين يكونوا شابين هذا الحشيشه اللي راكم تشوفوا فيها ولا النبته تشبه بزاف للنبته تاع تعال... تاع الزروديه تاع الجزر اذا ما كانتش متوفره تقدروا تعوضوها بالنبته تاع تعال... بالنبات تاع تعال... الجزر وهذا النبته هذه اللي راكم تشوفوا فيها نسموها الحميضه نورمالمون راني دايره فيديو من قبل وتقدروا يعني تشوفوا وتعرفوا الاسماء تاع النباتات اللي لي درتهم هنايا في تولوز ولا في فرنسا ما كاينش كامل النباتات اللي نديروهم في البلاد يعني ما كاينش بزاف هذو هما برك اللي تحصلت عليهم هذا السلق هذا السلق كاينه ثلاثه 3 بوكي هذا الخبيز الخبيز الحر ثاني كاين 3 بوكي وهذا البسباس ولا البسيبسا كل واحد واش يقولها هادو لي بواغو وهذا شنافو ممكن اللي يعرفوك يشوفوه يقولوا لي ماوش شنافو هذا شنافو برك كان يعني نابت في بلاصه تاع الظل الورقه تاعو جايه طريه وكبيره شويه على اللي نبت في الشمس يعني تاع الشمس تجي ورقته شويه صغيره وتجي شويه شاده روحها يعني جي شويه مزيره فوالا هذو هما النباتات اللي عندي كما راكم تشوفوا يعني نباتات فريمون قليله ماشي الكميه اللي قليله هي النوع تاع النباتات قلال يعني لو كان نقول لكم راه فايت 30 نبته اللي تندى في الخبيز يعني ماشي ماشي غير هذا مكان كان الله غالب هذا ملقيت هنا نحتاجو حتى التيشه تاع الشعير اللي تكون خشينه ماشي التيشه تاع البلاد تاع هنا شي تاع منا راكم شفتوها بيضه يعني خاطر هنايا تتباع التيشه تاع الشعير ماشي مقلي حنا في البلاد يقلوه الشعير يقلوه باش يطحنوه ويصيروه يعني يغربلو يدو منو شي شرخشينا هنا كي شغل المطحون بلا ما بلا ما كما قلت لكم المهم الواحد خير من والو وهذه المرحله هنايا تاع اللي نقطعوا فيها الخبز تاعنا بهذا الشكل هذا يكون يعني تقطيع ناعم نستمروا هكا حتى نكملوا كامل وعصروا روحكم كي تكونوا تقطعوا فيه يعني غير بالعقل هو لازم لو موس يكون قاطع مليح وعصر روحكم كيما شفتوا هذه المرحله هنايا من بعد ما نقطع كامل يعني نشوف بلي الورق شويه يعني ذاك التقطيع ماهوش ناعم مليح نعاودلو بهذيك الطريقه هذيك نولي نلم فيه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذه ونزيد يعني نقطعه باش يجيني مقطع مليح وهنايا من بعد ما كملت كامل قطعت الخبيز قطعت حتى الحار يعني نحيت له هذيك الزريعه وقطعته ونوجد الثوم درت لها الملح وراني ندق فيها يعني بالملح باش تندق بالخف وما توليش الثوم يعني تهرب لي منه ومن جهه اخرى راني يعني دايره الماء نوجد فيه يعني وجداتو باش يولي يغلي غير يبدا يغلي الماء ولا يوصل يعني لدرجه الغليان نبدا نرمي في الخبيز وكيما راكم تشوفوا هنا بعد ما وصل يعني الماء لدرجه الغليان ندير له شويه ملح ما ما تنسوش بلي الحشيش راه فيه الماء ومن بعد يهبط وراح يجينا مالح يعني نديرو الملح شويه شويه ورميت الحار من بعد نزيد نرمي يعني شويه حار ثاني باش يبقى لي يعني الموصوات تاعو باينين ونبدا نرمي في الخبيز تاعي صدقوني واحد الريحه بمجرد ما تحطوه يعني في الماء في الماء تولي الريحه تاعو تفحفح تشهي ولا غير تشهي خاصه هذيك الريحه تاع البسباس هو راح يعطي له يعني بنه هايله فوالا كما راكم تشوفوا هنايا بدا يسمى دخلوا الطياب نحطوا له الثوم هنا بدا يتبخر الماء كما شفتوا ديجا راه هبط نخلوه يطيب حتى يهبط آه يعني يتبخر له هذاك الماء وتشوفوا الخبز تاعكم باللي طاب يعني كي في الملمس ولا تذوقوا تشوفوه باللي طاب ديروا له التيشه قبل ما ينشف كامل من هذا الماء ديروا له تيشه باش هذيك التيشه تاعنا تطيب فيها هذا الماء وهي اللي راحت تشرب هذا الماء كامل يعني ما تخلوش حتى ينشف كاع تماما باش ديروا له تيشه لازم يبقى فيه شويه الماء باش هي تطيب فيه هنا درت واحد ثلاث حفنات هكذاك تاع تاع تشيشه بعد ما درنا تشيشه نخلوه يطيب حتى ينشف كامل من هذاك الماء زدت نص كاس تاع زيت الزيتون خلطته مليح معاه وكما شفتو هنا يا راكم تشوفوا في النتيجة النهائية يعني خالي تماما من الماء ناشف كامل من الماء يعني يجي ما شاء الله وكي نحطوه في طباصان نزيدو نديرو زيت الزيتون يعني الخبز يجي حار وفيه زيت الزيتون فوالا بهذا نقول في الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده وان شاء الله تكون لقاتكم هذا الفيديو في احسن حال مع السلامه